صباح الخير مرة تانية. يوم بعد يوم تكتشف ست البيت إنه بمطبخها فيه الكثير من القصص والأدوات يلي ما لها بحاجة لها، وبتحاول تتخلص منها أو ترميها أو تستبدلها بأشياء جديدة وأكثر حداثة. ولكن طولي بالك، في الكثير من الأفكار المبتكرة يلي بتقدري من خلالها تتعلمي شغلات تستفيدي منها وتحوليها لقطع فنية بلمستك الخاصة. أفكار عديدة بهالخصوص رح تقدم لكم إياها خبيرة الأعمال اليدوية رغد دركشلي، واللي صارت نور موجودة معاي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير لك يا ورد، يسعد صباحك يا صباحك، أهلا وسهلا فيكي. دائما معودتينا على الأفكار الحلوة، القطع المميزة والأشياء اللي نحن بنقدر نستبدلها ونعطيها قيمة ثانية. يعني كثير من الستات البيوت القطارميز، يعني إذا ما كانوا للمكدوس للزيتون وما لهم بقى عازف فيلا على الكب يلا على الكب. اليوم انا شايفه قدامي في تشكيله قطارميز حلوه، خرج الزينه، ممكن نحطه بقلب المطبخ او ممكن كمان بمكان ثاني، ممكن نعمل نحطهم بالبيت، اوضه النوم، اوضه القعده. يعني احنا القطارميز حنجول فيه بكل ارجاء المنزل. اوكي، يعني احنا بنقدر نعمل بدنا اياه. انا هلا مثل هذا مثلا حسيت انه حلو مثلا لاقلام التلوين، لفراشي الرسم، فراشي الرسم، يعني القصص اللي ممكن اولادنا اي شيء ممكن، حتى مثلا اذا فراشي المكياج، اقلام المكياج كمان ممكن نحط فيه. يعني هو القطرميز احنا حولناه لقطعه بتستخدم باي ابنه بالبيت. تمام، هلا رح نفرجي نحن شو عاملين بهذا القطرميز. هلا نحن اول شيء محسن نستخدم قطرميز باي مقاس. اوكي، كثير سهل هذا، مجرد انه عندي شويه دانتيل زايد، في عندي هذا الورد اللي بيجي مع السيفونيرات تبع الولادة وهيك، حطيته زايد عندي، وهي الديكوريشن اللي حطيتها كمان زايدة من طوق قديم عندي، صار عندي هالموديل هذا. تماما، يعني اكسسوارات بقلب البيت، قطع موجودة أنا أشياء قديمة عندي ما كبيتها، أنا عملت فيها ديكوريشن حلو. تماما، يعني ممكن تخصص ست البيت مثلا علبة للاكسسوارات لهدول القصص، تحط الأشياء فيها القديمة، بكلات الشعر، لول وهيك شيء بتخبيه، ونرجع نحن كمان نعمل لها إعادة تدوير. هلأ هاد، هلا هاد علبه هي للملح والفلفل وهالقصص، بلاستيك كمان علبه بلاستيك. الماس انا لزقته عليها بالسيليكون اوكي مشان اعمل موديل حلو، ممكن احط فيه القطن تبع المكياج او ممكن خليه للملح والفلفل، يعني اي كمان بس شكل حلو يعني بالمطبخ ثاني. تمام، يعني ممكن اذا شافتها ست البيت الثانيه تقول لها من وين شاريتيون، لا انا عاملته لحالي. هلا هو لما تحط الصبيه لمستها بالمطبخ بتصير يعني بتحب تفوت عليه اكثر، لما تشوف شغله عاملتها، شغله هي مساويتها، بتشجعها على الفوت على المطبخ. تماما، واغلب ستات البيوت دائما بيحبوا كمان يبدلوا القصص الموجوده ضمن المطبخ، نكب ونرجع نجيب، نغير اللون يعني مشان نتحمس اكثر. لا نحن فينا نعمل الزينه لحالنا. تمام، هلا انا حبيت هي مع هي موجودة، يعني هاي اللي ممكن نحط عليها مثلا الابريق السخنة او الطناجر. تمام، هي الكوست تبع الفنجان مثلا، الابريق بدنا نحطه على الطاولة، عملت لها شوية هيك ديكور مع هذا كمان، حطيت فيه شمعة، يعني بيعمل جو حلو بالبيت، خصوصا لان احنا اجينا بلشنا الخريف، الالوان الخشب البني. البني والبني ورق الشجر وهالقصص. طبعا احنا لفينا بورق بخيطان الخيش، ورد عادي، وهي كمان دانتيلا، وهون في عندي طوق قديم كمان حطيته، وهي قطعه الخشب، وهذا ورد مجفف مشان يعطينا ريحه حلوه. خالصين الاكسسوار، خالصين، حطيناه على الطاوله صار جاهز، صار حلو. طيب رح ننتقل لهذا المطربان. هلا هذا مطربان تبع نوتيلا، يعني انا بعد ما خلص مطربان شوكولا حبيته. ايه، فهون حطيت الورق الاخضر خيش كمان، وغيرت هون شوي اللون عن الابيض، حطيت الاصفر والذهبي والاخضر مشان يصير موديله حلو. هلا انا هذا حبيت المطربان حزري، ليش؟ للبهارات، بس اللي هي حبوب مثلا. تمام، يعني اسا مو مطحونه مثل الفلفل. تمام، القرفه، القرنفل، الاشياء الكبيره يعني. ايه، انه انا احطهم وزعهم وخليهم وشيل مني شيل من وقت لي انا. هلا هو القطرميز المطبخ دائما لازم يكون شفاف مشان ست البيت تستسهل انه تطلعه من المطبخ، يعني ما بنحسن نغطيه كله، فنحن هون يعني متقيدين شوي انه تكون الزينه من تحت او من فوق او من الطرف، مو كلياتها. طيب نحن مجهزين اليوم مع رغد شيء نشتغله على الهواء، نساعد ست البيت انه نحن كيف ممكن نشتغل هذا القطرميز، يعني هي فكره بسيطه وسريعه وكمان غير مكلفه اهم شيء. اوكي، القطرميز مثل ما شايفين نحن فاضي، قطرميز فاضي عادي، اي حجم بدنا اياه، اي موديل. انا هذا فكرت انه ممكن نحط فيه ملبس. أوكي، ملبس مشان نخلي كونه جاي هلا قرب عيد المولد النبوي. عندي هون شويه ريش، انا اليوم اخترت اللون الازرق، ورد قديم من عندي، وشويه شرايط. اوكي، عملنا هيك بس يعني تناسق، يعني انه اخترنا الوان هيك قريبه من بعض. اوكي، هلا انا ممكن اعمل شو ما بدي، فانا حعمل تقريبا مثل فستان العروس. اوكي، قيس ومنقص اهم شيء تكون شغله سريعه،
بتخلص بسرعه. تماما، يعني بتقول لك انه انا يا دوب لحق طعامي شغل البيت والولاد وهالقصص ولادي، لا شغلات خفيفه غير مؤذيه وغير مؤذيه، ممكن اولادك يساعدوك فيها كمان. طبعا احنا عم نلزق هلا بالسيليكون. ستناها بهالطريقه. حتى ممكن انت يعني اذا حبيتي شكلها تعمليهم انت سيفونير للولاده، اذا جبتي مطربان صغير او شيء. معي هلا شريطه عاديه حاربطها اعملها عقده. اوكي، عملناها بيبيون، جهزناها، لزقناها. اوكي. صراحه يعني كمان كثير بنجيب قطع ممكن نلاقي عليهم هدول البيبيونات، انه نحن ما نتخلص منها، لا نخليها يعني. هلا الواحد كل ما راح مثلا زار حدا ولدان بيجي بيجمع عنده هاي القصص، فهو يخبيها ما يكبها، دائما بيرجع الواحد بيستخدمها. ايه بهالطريقه. هلا ممكن يعني احط بيبيونه ثانيه، ممكن احط ورده. ورده؟ اي شيء. هلا عم نشوف هلو. ممكن حطينا فيه مثلا ورق الذكريات او شيء. تمام. يعني حتى كمان الصبايا اللي عندهم هيك اشياء حابين يحتفظوا فيها و ما تكون مبعثرة هون وهون والدروج هون وهون، ممكن حتى بمكان واحد. هلا مثل ما قلتي هيك سيفونير لولادي او شيء، عن جد حلو. حلو لما تشتغليه بايدك بيصير في له قيمة ثانية، يعني غير لما تشتري جاهز، انه انت عملتي شيء لابنك بايدك بيصير انه يعني ان شاء الله يكون لنا خلق. هلا انت شفتي انا يعني اهم شيء عندي السرعه، اشياء سريعه وما تاخذ وقت. تماما، يعني نعمل شيء دغري ظرف دقائق كنت خالصه. يعني حطيتي هون مثلا الملبس، حطيتي اي شيء وحطيتي مثلا قدام تخت البيبي، او حتى حطيتي فيه البهارات وتركتيه عندك بالمطبخ. هلا لا مستحيل انا احط فيه البهارات بعد ما حطيت له، بتوسخ بتوسخ. اي تماما، لانه ممكن تكون ست البيت ايديها موسخين، تشيل وتحط ممكن وتحط. ممكن مثلا شيء ناشف، حليب او اي شيء يعني. تمام، يعني ممكن احنا ندخل اي اكسسوارات. هذا المطربون اللي هو كبير، هلا هذا انا عملته كمان، حطيت فيه هون عندي حلقات خربانين وهيك قصص، حطيت عليه الحلقات والخيش، كنت بدي احط فيه الليمون المجفف، يعني حلو. انه شكله كبير وهيك شغل. حلو نحط فعلا اللومي وهدول القصص. تمام. للمطبخ كمان هذا حبيته، كمان سيفونير حلو كمان. كمان هذا سيفونير ولادة بنوتة، بنحط فيه الملبس والشوكولا، حي الله شيء. يعني هلا احيانا البلاستيك ممكن الكرتون اللي عم نشوفه هلا يعني دغري نتخلص منه، بظن هي لا يعني انه بلاستيك. هي بتضل بتضل، ممكن تستخدميها بشيء ثاني، ممكن صغيرة. وحتى شوفي يعني ما فيها، هي الطول الشريطة والورد يعني ما فيها شغل، سريعة وبتخلص بسرعة والاشياء تبعها غير مكلفة ابدا. تماما، يعني نحن كركر الشرايات. ايه. كم وردة؟ والطول متر طول بيعمل لك 15 علبة، حتى أكثر كمان. كمان؟ ايه، ايه معناتها لازم نعرف منك رغد كمان وأنت بتعملي بقى كل متر قديش بيعمل لنا. بيعمل لك يعني أكثر من 15 علبة، بيعمل لك بمد معك كثير. تماما، حسب بقى إذا كانت العلبة كبيرة أو صغيرة. ايه. حسب اختيارنا، حسب قطر تبع الدائرة تبع العلبة. ايه ممكن هلا ست البيت عم تحضرنا، طيب وتوسخ، أنا كيف بدي نظف؟ خلص شالتها استخدمتها لغير شغلة. تعمل موديلات جديدة بتغير يعني، توسخت. هلا هون مثلا في عندك الدانتيل صعب يتنظف يعني. تماما، ما هو انه بده ينغسل. شالته، غسلت الهي وردت عملت موديل جديد، غيرت كل الديكوريشن تبع المطبخ وكل لونه، صار في عنده. هلا هي الفكرة حزري امتى؟ من الصيفية للشتوية. ايه وقت التعزيل يعني، مرة مثلا مرة بيكون مطبخي على ازرق، مرة بيصير على زهر. ممكن على ابيض، على ممكن أبيض. على بني، اي شيء خيش، اي اشياء ثانيه ممكن احنا نساعد فيها لحتى يعني نحلي شوي من المطبخ. يعني وقت يفوت انا على المطبخ هيك كون مبسوطه في شيء جديد مغير، تكوني سعيده لما تفوتي على المطبخ انت ومشروع قلبك صراحه. تماما، بظل الظروف الصعبه اللي عم نعيشها يعني ما بنقدر دائما نزين الكورنر الموجود ضمن المطبخ، ولا حتى كمان القطع الموجودة ممكن نحطها على البراد. نحن ممكن نصنعها، لازم تجهزي لنا شيء هيك للبراد. جاهز هدول القطع ان شاء الله. ايه بس بدنا نشتري معناتها مغناطيس كثير لحتى بقى نقعد. ايه هلا هو بس في المغناطيس ونحن بنزين اللي فوق. نحن بنزين اللي فوق. يعني بدي اتشكرك لوجودك معنا لليوم رغد، على الافكار الحلوه المميزه اللي قدمتينا اياها. ان شاء الله كل ستات البيوت اللي عم يحضرونا يكونوا استفادوا ان شاء الله، وانبسطوا معنا كمان وانبسطوا ولقينا حل القطارميز الموجوده كثيره. ايه. تماما، شكرا كثير لك. اهلا فيك يا هلا. شكرا جال عندك يا ورد. شكرا يا نور، ويسلموا ايديك يا رغد على الافكار الحلوه والمميزه. اهلا وسهلا فيكي دوما.